السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. اليوم راح نقدم وصفة سريعة ان شاء الله اقدر اسويها سريعة. الوصفة كتير كويسة وكتير حلوة للتجاعيد، للشد، للتبيض، للكلف، لجميع انواع البشرة اللي ما تتحسس من هاي المواد. زين، اللي ما تتحسس من هاي المواد كل وحدة تعرف نفسها هي من شو تتحسس. الوصفة ان شاء الله تكون بمتناول الجميع. راح تكون عبارة عن شو حبايبي؟ راح تكون عبارة عن الكركم. والكركم حبايبي تاخذوه زي ما عودتكم، تاخذون الكركم العود وانتو تطحنوها. انا كل فترة اطحن واحط عندي نفسها تبعت، على فكرة مطلعين شفت عد العطارين كركم للبشرة وكركم للشنقول للطبخ. وهذه انتو بس تأكدوا من العطار بان اذا اخذتوه مطحون ما مخلوط اي اشي طيب تبعت الطبخ تقدرون تستعملوا، بس اذا مخلوط فلفل حار او بهارات تانية اكيد ما تقدرون تستعملوا. زين، وهو نفس الاشي حبايبي، رح ناخذ ملعقة صغيرة زي ما انتو شايفين، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الكركم، وراح نحتاج حبايبي كمان ملعقة صغيرة كمان من البابونج المطحون. كركم والبابونج المطحون هذني اثنينهن مع بعض. الحبة تخلطه بس مع العسل وشوية ليمون تقدر تستعمله، يعني ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من البابونج المطحون، واللي ما عدا بابونج تقدر تحط الشاي الأخضر المطحون أو النعنع المطحون، كله تجمعيه مع بعض حبايبي وتضيفي له تقدرين عسل. زين، تضيفي له عسل وملعقة أكل ليمون العفو، هذا كله مع بعض. طيب الوصفة اللي أنا هسه راح أعملها، طبعا هاي الوصفة مع العسل فظيعة جدا، ترطيب ضد التجاعيد بالشد، بتعمل عمايلها الصراحة بالبشرة. الوصفة اللي هسه أنا راح أعمل لكم إياها شو راح نخلي؟ راح نخلي معاها تقدرون النشا وتقدرون الطحين وتقدرون النخالة وتقدرون الشوفان، ملعقة وسط حتى لو زيتوها ما راح تفرق من الشوفان. كل هذا مع بعض راح اطلع وصفه كتير حلوه بس بمكان الكلف، اللي عندها كلف او نمش. هذا كله حبايبي هيك مع بعض تخلطوه. بالنسبه حبايبي اللي راح تخلطوه زي ما بدكم، تقدرون تخلطوه بالمي، تقدرون تخلطوه بالحليب، تقدرون تخلطوه كمان بلبان الذكر، هذا اختياري لكم، بس هي المعدة لبان الذكر مو ضروري، تقدرون تخلطوه بالحليب. انا حطيت اللبان الذكر لاني لي فتره ما حاطه لبان الذكر، فراح حطيت لبان الذكر عشان اسوي فيه بشرتي، مو مشكله. يعني تقدرون تخلون انتو حليب، تقدرون تخلون ماء ورد، تقدرون تخلون حبايبي بودرة حليب البودرة كمان مع بعض. كل هذا هيك مع بعض تخلطوه وتحطيه على البشرة بالكامل. اللي ما تتحسس من تحت العين تقدر تحطه تحت العين، واللي تتحسس تبعده عن تحت العين حبايبي. هاي هيك الوصفة، تقدرين تكرريها بالسبوع مرتين وثلاثة على بشرتك. وصفة كتير حلوة ورائعة جدا. خليكم معي على هاي القناة، تابعوني لحظة بلحظة لأن راح أنزل بكل وقت احتمال وصفة حسب الطلب. هاي هي وصفة اليوم، إن شاء الله الله حبايبي تنال ارضى الجميع. واتمنى من عندكم حبايبي انكم تنشرون قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل العفو مملكة الفنون والتجميل وكمان مملكة الفنون اليدوية. يا ريت حبايبي بين اصحابكم بين خواتكم، اريد هاي القناة مملكة الفنون اليدوية منكم انتم طلبتكم طبعا زي ما انتم تطلبوني، وانا البي كل طلباتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.